اهلا ابو شادي. احنا من جايين نزعجكم بس حابين تشرفونا على عروس امان. بس الواجب واجب. يسلموا ايديك. زين بعدنا عم نوزع المكاتيب. بعد لنا بس 340 مكتوب. مجبورين بيت بيت على الطريقة النصراوية. يا ريتك معنا هون. عليك ساكن مع سلمان؟ اسمها ندى يابا. كيف أمريكا؟ إيطاليا. يلا بين ماشي. أبوك حكى لنا إنه عم بفكر ترجع مزبوط؟ لهون؟ أها. لا. في مستشفيات كتير منيحة هون. أنا أركيتكت. يعني مهندس عمار؟ يعني هو بفكرني دكتور. يعني كذبت عليه. أنت بتعرف أبو رامي. يضلوا يحكي عنك. كثير رافع راسه فيك. لو أبوي كان يضل يحكي عني هيك. أمي يمكن ما تجيش. أنا هبلة كنت لازم أعرف من الأول. عرس بنتها، شو هالحكي هذا؟ مش هذا دايماً إحنا آخر ناس. جوزها عم بيموت. أحلى عروس. شكراً بابا. كنت ساكن داي المستوطن. وأنا يا أبي. مستحيل أعزمه عرس أختي. يابا هذا الزلمة شباك. اطلع السيارة! أعند من أمك! مش السهرة ب 18؟ لا عم تمزحوا. الله ينعاني الدنيا.